مساء كل خير إن شاء الله. يا رب اجعل أيامنا كلها صحة وعافية وسعادة، واحمينا جميعا من كل ما هو مضر بكل أنواع الصحة، سواء كانت نفسية أو وجدانية أو بدنية. المهم يبدو إن الموضوع هيطول، عشان كده هنستكمل بقية المحاضرات المطلوبة مننا. يعني ده كل الجزء المطلوب مننا هو اللي احنا هنكمله في المرة دي. ما زلنا بنتكلم في الأساليب التفاوضية العامة. زي ما واضح من الشكل اللي موجود قدامنا، اسمه أسلوب تغليب المصالح على المواقف. يعني واضح من الصورة اللي موجودة، على الرغم من الاتنين أنواع من الفاكهة الجميلة، إنما الكبير كبير والقوي قوي. المهم عاوز أوضح حاجة، لما بقول تغليب المصالح على المواقف أو المبادئ، مش معناها إن أنا بلغي المواقف أو المبادئ، معناها دايما الكفة الراجحة بكون ناحية مين؟ المصالح. يعني حتى عتاد المجرمين عندهم برضو مبادئ. واحد يقول لي ازاي؟ اقول لك مثلا، ما هو ممكن يكون مختطفين مجموعة من البني ادمين، فهم شباب وفهم شيوخ وفهم امهات وفهم اطفال وفهم امهات حوامل. على فكرة عمره ما يبدأ بالأمهات الحوامل، هيبدأ دايما بمين؟ بالشباب. وانت ماشي تدريجي كده، ممكن آخر ناس هم السيدات الحوامل. على فكرة ده برضو في جزء منين؟ من المواقف والمبادئ. فهنا مكتوب جلال لا يحب أكل الفول، حكاية كنا بناخدها زمان واحنا في لسه في تالتة ابتدائي تقريبا. كان في كتيب أو قصة جميلة بتصور بالظبط، أنا متخيلها زي الشكل موجود قدامي. بدأ بأم بتقدم فول لمين؟ لجلال. فجلال قال لها: يا ماما أنا حقيقي مش بحب الفول، أو كلت منه كتير أو أي حاجة. ربنا يهدي الأم. لأ، راحت العصاية. يا عصاية عصاية، ضرب جلال عشان جلال مش راضي ياكل الفول. العصاية بتتكلم بالمبادئ، بتقول طب واضربه ليه؟ وفي النهاية هو حر ياكل او ما ياكلش. ربنا برضو ما هداش الام، راحت على النار. يا نار يا نار، روحوا احرق العصاية عشان عشان عشان. النار بتقول انا موهج على الاخر اهوت، ومش محتاجة اي وقود اخر. ثم في النهاية جلال دي حريته ياكل او ما ياكلش. الام راحت لمين؟ للمية. يا مية يا مية، راحت في النار عشان عشان عشان. فالمية قالت لها: وليه وحتى ضر نفسي دي؟ وبعدين في النهاية دي مسألة حرية شخصية، جلال ياكل وما ياكلش ده حاجة خاصة به. برضو الأم مصممة، راحت للبقرة: يا بقرة يا بقرة، روح اشرب المية عشان مش راضية ايه وايه وايه. البقرة قالت لها: الحمد لله أنا لسه شارب حالا والدنيا معايا زي الفل، والنهر موجود قدامي اهوت، لو احتجت هنزل أشرب. برضو الست مصممة، ده الكلام ده في القصة بتاعت إيه؟ سنة تالتة ابتدائي. راحت للجزار: يا جزار يا جزار، روح اذبح مين؟ البقرة عشان كذا عشان كذا عشان كذا.
جزار قال لها هي هتروح مني فين؟ ده هي لا البقرة دي بتاعتي وأنا عندي لحوم كتيرة، ما ببيعها يبقى ربنا يصلح الحال، مفيش فايدة. الأم راحت للفار قالت له يا فار يا فار، روح كل لحمة الجزار عشان. قال لها، قال الفار رد عليها قال لها الحمد لله انا الراجل مش مقصر معايا في حاجة وانا شبعان جدا، ولما بحتاج اي حاجة اللحمة موجودة كتير اهي. فما عادش بقى الا مين؟ القط ده. القط ده بتاعها هي، مربيينه في البيت. يا قط يا قط روح كل الفار عشان مش راضي ياكل لحمة الجزار، والجزار عشان الجزار مش راضي يذبح البقرة، والبقرة مش راضية تشرب المية، والمية مش راضية تطفي النار، والنار مش راضية تحرق العصاية، والعصاية مش راضية تضرب جلال. القط قال وليه ده كله؟ أنا الحمد لله إحنا والقط أصحاب همت مع بعض وحلوين وبنلعب مع بعض، ثم في النهاية جلال ده إيه؟ حريته الشخصية، ياكل أو ما ياكلش. الأم كانت متعودة تدي للقط كل يوم كوب من الماء. قالت له بتقول إيه يا قط؟ قال لها اللي أنا قلته. قال لها خلاص مفيش هنا من النهاردة، مفيش حاجة اسمها حليب ولا الكلام ده كله، خلاص نمنعه. حين دخلت المصالح فالمبادئ هتطلع من كل الجهات. هنا القط طلع يجري ورا مين؟ الفار. والفار راح يجري ورا مين؟ لحمة الجزار. والجزار راح يذبح مين؟ البقرة. والبقرة راحت تشرب المية، والمية راحت تطفي النار، والنار راح تحرق العصاية، والعصا راح تهوي على جلال، وفي النهاية أكل الفول. يعني إيه معنى الحكاية ديت؟ لو ملناش مصالح في حاجة فإحنا حكماء في العدل والمبادئ وكل الكلام الجميل ده، إنما المصالح لما تدخل من الباب هتجد كل المبادئ، أو يعني معظم المبادئ، هتنط منين؟ من الشباك. حقيقة ما كلنا كان لنا مواقف معينة و و و و وفي الآخر أكلنا الفول. عندنا حاجة كمان بنسميها قيم الأشياء ليس من وجهة نظرك فقط، ولكن أيضا من وجهة نظر الطرف الآخر. دي حاجة جميلة خالص، وحتى كمان الأشياء لها قيم وجدانية. يعني الصورة اللي موجودة على الشمال ديت ده الرئيس بوش، يعني الناس بتستهزأ بيه وكذا وكذا، بس انت لو رحت الكويت وقلت كلمة على بوش ده انت بقى ما تعرفش يبقى مصيرك ايه. فانت اي حاجة في الدنيا ما تقيمهاش من وجهة نظرك انت فقط، ولكن لابد تاخد في الحسبان وجهة نظر الطرف الاخر. امثلة كتيرة. مثال، تخيل الحاج الغيطاني نفسه سنة 48 كان عنده عربية دوتش، العربيات القديمة الأمريكان القديمة ديت، وراحت إلى حيث راحت، لسه موجود منها فقط الكربريتير، ملوش قيمة، مرمي هناك في المخزن في أي حتة، ملوش أي قيمة بالمرة. إنما تخيل
بيبص في المجلات بتاع العربيات الكلاسيك أو المواقع بتاعتها على النت، لقى إن فيه، أو إحنا يعني الأحفاد لقينا إن فيه واحد عنده عربية دوتش موديل 48 وهي زي الفل، وينقصها فقط إيه؟ الكربريتير. فأنا لو بصيت للكربريتير من وجهة نظري فليس له قيمة، إنما لابد في الحالة ديت أبص له من وجهة نظر مين؟ الطرف الآخر. ممكن في البداية أطالب النص بالنص، لو هتتباع ب10 مليون دولار أنت تاخد 5 مليون وناخد كام؟ 5 مليون. طب إيه موضوع حتى الأشياء لها قيم وجدانية؟ بسيطة. افترض أي حد من حضراتكم من الأقاليم جه هنا مصر وقال والله ده العيشة في مصر جميلة وكلية التجارة جميلة، أنا والله أنا هشتري لي هنا شقة قريبة من الكلية. فراح ميدان العباسية، لا هناك بيت بيتبنى جديد وفي شقتين مبنى جديد يعني بقاله أو جديد عندنا يبقى له 10 12 سنة، وفي شقتين معروضين للبيع. فوالله قال فرصة كويسة، ده حتى قريبة من الكلية يعني في وسط البلد تقريبا الوقت. فالمهم الراجل راح لمثمن من بعيد من بره، قال له الشقتين هم قدامك ده وده، تمنهم في حدود كام؟ قال له يعني قول 1 مليون جنيه. قد 6 5 تلاف إلا 5 تلاف، بس هما الاتنين تقريبا نفس الشيء. فأنا بعد كده رحت عشان أقابل مين؟ أصحاب الشقتين دول. فأنا قابلت البواب، بقول له يا عم يا بواب ايه حكاية الشقتين المعروضين للبيع دول وانا ماليش براك الا انت؟ قال له حقيقي الشقة اللي على اليمين حقيقي الست، هما الاتنين في اتنين زوجات توفى ازواجهن يعني ارامل الاتنين. الشقة اللي على اليمين جوزها كان مهنيها الهنا كله، ما كانش سيب لها اي حاجة الا ولبها لها. طب والشقة اللي على الشمال؟ قال بقى لا ايه، اذكروا محاسن موتاكم. قلت له يا عم قول بس. قال في انصاص الليالي يا ما طلعت اسم الشرطة بتاع اللي جنبنا بتاع الويل ده ما كانش ليه حكاية الا الشقة دي الراجل ومراته، ربنا يرحم الجميع. هنا بقى يجي السؤال، لو انت الشخص اللي رايح يشتري الشقة ديت، طيب تروح للشقة اليمين اللي جوزها مهنيها كان مهنيها، ولا تروح الشقة الشمال مع مراعاة لو رحت اي شقة فيهم مش هتروح التانية؟ فيا ترى فكروا كده وقولوا له تروح الشقة اللي على اليمين ولا الشقة اللي على الشمال. لا على فكرة ممكن معظم الإجابات مش سليمة، لأن المفروض إن أنا أي واحد فيكم هيروح الشقة المفروض يروح الشقة اللي على الشمال. ليه؟ الشقة اللي على اليمين قول قيمتها 1 مليون زي ما الراجل سمسار قال لي، بس ضيف عليهم الذكريات الجميلة و و و و و والكلام ده كله، فبالتالي حتى مش هتباعها بالمليون، هتباعها بأكتر من 1 مليون. وممكن تقوم بص كده للحاج تقول والله ما اطلع من البيت ده اللي على ظهري. انما الست اللي على الشمال حقيقي عاوز بتقول يا دهية خد الدهية،
وصح قيمتها الفعلية مليون، إنما نقص منهم الذكريات الأليمة اللي هي عاشتها في هذه الشقة. عشان كده بنقول إيه، حتى الأشياء لها قيم وجدانية بتأثر على قيمتها المادية. الموقف الأول بيتكلم لأن أنت رحت أحد المحلات وقلت له أنا عاوز نص كيلو بسطرمة، فالراجل البياع قعد يقطع يقطع يقطع، واللي قطعه وحطه في الميزان. الميزان كان فيه اللي هي حتة الحديدة اللي هي تساوي نص كيلو، والبسطرمة اللي اتحطت في الكفة التانية. لما حط البسطرمة اللي قطعها الميزان طب أكتر من مطلوب، فانت خدت شريحة وخدت التانية وخدت التالتة، لما الميزان ايه توازن، يعني انت شايف الميزان وهو بيطلع من ناحية الكفة اللي فيها البسطرمة. المهم بعد كده مشيت وجالك تليفون من هانم من اي حد قال لك كمان عاوزين نص كيلو بسطرمة كمان، فانت نزلت عند واحد تاني غير الاولاني، قلت له يا عم احنا عاوزين نص كيلو بسطرمة. الراجل ده كان فاهم قوي موضوع البسطرمة واسلوب البسطرمة، فقعد يقطع يقطع يقطع، وقبل اللي قطعه وحطه في الميزان وهو يعلم ان الميزان هنا مش هيطب. بعد كده امشي قطع شريحة وحطها في الميزان، وحط شريحة تانية وحطها في الميزان، والتالتة الميزان توازن. السؤال هنا، انت نفسيا اكثر سرورا في الحالة الاولى ولا في الحالة التانية؟ الطبيعي ان انت هتكون اكثر سرورا في الحالة التانية. ليه؟ لأن في الحالة الأولى من وجهة نظرك اللي بتحط في الكفة اللي فيها الباسترما ده بتاعك، فلما جيل شريحة واتنين وتلاتة كأنهم يشيلهم من جلد البني آدم. إنما في الحالة التانية أنت سعيد. ليه سعيد؟ لأن أنت شايف الميزان وهو نازل في ناحيتك. ويا حبذا لو الراجل حط لك حته كمان بعد الميزان ما شفته وهو متوازن. واحد يقول له طب هو في الحالتين خد نصيبه، هنا خد نفس الوزن اللي خده من الناحيه التانيه، انما هنا بتظهر الجوانب النفسيه للتفاصيل. عندنا اسلوب جميل قوي اسمه اسلوب الاخطاء المقصودة. يعني ايه الاخطاء المقصودة؟ يعني انت قاصد هذا الخطأ، او ممكن نسميه برضو تسريب معلومات غير صحيحة للطرف الاخر. طب ما ناخد مثال، افترض عندنا أربع موردين، وعندنا الصنف ألف والصنف ب والصنف جيم، وعندنا كمان الإجمالي. وانت طلبت من كل واحد من الموردين ده همت يجيب لك العرض بتاعه، فانت الوقت جالك أربع عروض من الصنف ألف، وهم نفسهم طلبت منهم يجيبوا لي الصنف ب والصنف ج، فكانت الاسعار بتاعتهم كما يلي:
ده بالنسبة لعروض الموردين بالنسبة للصنف ألف، وده برضو عروض الموردين بالنسبة للصنف ب، وده كمان عروض الموردين بالنسبة للصنف ج. لو كنا نجمعهم على بعض أحمد هنقول 92 زائد 82 زائد 55 هتساوي كام؟ 229. فهد نفس الشيء، إبراهيم نفس الأمور، وعندنا سعيد نفس الكلام. يبقى من هو الأقل سعرا فيهم كلهم؟ هو بالتأكيد إبراهيم، لأنه كام؟ 184. الأمور ماشية كويس، ورسينا عليه العطاء بتاعنا. إنما كان الموضوع أساسا، ودي قصة واقعية، إن كان في شركة أول مرة تصدر فيها خضار وفاكهة للسعودية، فعملت مناقصة لتوريد عبوات يتحط فيها مين؟ الخضر والفاكهة ده، هو ده اللي هيروح السعودية. وانت عارفين أول تعامل بيكون يعني الراجل اللي هو اللي بيورد السعودية أو المصدر، بحاول يعني بالظبط زي ما الكتاب بيقول، حاجة جميلة قوي عشان يكسب ايه؟ السوق ده. هو الراجل إبراهيم بعد ما صنع العبوة كاملة، بس لسه ما كتبش عليها أي بيانات خاصة باسم المصدر ولا اسم المستورد ولا أي حاجة. اتصل بالمشتري تلفونيا وبالإيميل وبالفاكس وكل أنواع الاتصال وشخصيا كمان، وقال له في حصل خطأ، بدل ما نكتب 92 كتبنا كام؟ 29، وبالتالي المفروض انت يا مشتري تعرف كده، المفروض انك كنت تختارنا. والراجل الموظف اللي عمل الخطأ ده هوت جزناه الجزاء الأوفى ورفدناه، وعملنا القصص اللي بتتقال ديت. على فكرة هنا مين الطرف القوي؟ يا ترى إبراهيم ولا المشتري؟ أقول لك لا إبراهيم، لأن بقى 4 أيام بس وما فيش أي مورد تاني يقدر يقوم بالعملية خلال 4 أيام. هتقول لي طب ما فيش شروط جزائية، خلاص طبقها، هتكون أنت الخسران وهتخسر السوق اللي أنت يا ريت يا دوب لسه فاتحه. بناء على ذلك هيتم التفاوض بينهم وبين بعض على ان السعر يكون ما بين كام؟ 29 لابراهيم، واحمد بيقول كام؟ 2، والمشتري يعني ابراهيم كتب 29 بس المفروض كان يبقى كام؟ 92. فهم يتفاوضوا ما بين 29 وبين الكام؟ 92. هفترض وصلوا ل90، بس عشان تعرف ان هو الراجل كان قاصد الخطأ، تجد سعره في الاصناف الثلاثة التانيين هي اعلى سعر، لان هنا 88 اللي قبليه مباشرة كان 80 او 82، فهنا مزود 6، هنا 66 اللي قبليه مباشرة 93، يعني مزود كام؟ 3. فهنا ده خطأ مقصود، بس طبعا هو قطع عيشه عند هذا المشتري، يعني مرة واحدة وخلاص. طب هنا بقى لما نتكلم برضو في أسلوب تاني هنشوفه بعد كده،
اسمه اسلوب قطف الكرز، بتحصل في مرات عديدة وانت رايح على طريق مصر اسكندرية الصحراوي في مزارع فراولة، والراجل صاحب المزرعة يعني يقول لك pick it yourself، يعني انزل ونقي اللي انت عايزه. طبعا انت لما تنقي هتنقي ايه؟ افضل حاجة موجودة في الجنينة. بقى انت اللي بتنقي، هتنقي نفسك الحلو ولا الوحش؟ هو ده بالظبط. فهو السؤال اللي موجود تحت، هل يمكن تقليل التكلفة لما هو أقل من الـ84؟ حد ممكن يفكر إزاي نقللها عن الـ184؟ بسيطة، هنطبق أسلوب إيه؟ قطف الكرز. يعني إيه؟ أنا المورد هختار من كل واحد منهم، من كل صنف اختار الاقل سعر من الموردين. يعني ايه اللي باللون الاحمر ده؟ يعني ابراهيم اخد من الصنف الف 29، والصنف ب هاخده من عند مين؟ فهد، هو الاقل 77، والصنف ج هاخده من عند مين؟ احمد، اللي هو 55. لو جمعت كده كلهم على بعض ده هو تبقى ايه؟ أقل من 184. فده اللي احنا بنسميه أسلوب قطف الكرز، اللي هو اللي موجود عندنا حاليا. المجموعة التالتة من الأساليب التفاوضية متعلقة بختام عملية التفاوض. أول أسلوب عندنا في ختام عملية التفاوض تجزئة التنازلات بحيث تكون أصغر جزئية عند آخر تنازل. يعني افترض الحنفية اللي موجودة قدامنا دي مفتوحة، وبعدين احنا بنحاول نقفلها، يا ترى آخر نقطة هتنزل منها هي أكبر نقطة ولا أقل نقطة؟ بالتأكيد هكون أقل نقطة. عشان كده احنا عاوزين نقول لو في مبلغ معين عاوز تتنازل به للآخرين، فالمفروض يكون آخر تنازل هو أقل ايه تنازل. أنا أفترض إنك قررت زيادة المخصصات الخاصة بمصاريف البيع بـ100 جنيه. ايه هو افضل اسلوب لتجزئة هذا المبلغ حتى تكون الهانم راضية مرضية؟ في عندنا هنا اكتر من بديل، القرار في النهاية قرارك، ان انت قررت كام هما الـ100 جنيه، بس يا ترى تتنازل عنهم ازاي؟ هتجد عندنا هنا في 4 بدائل، وفي كلهم هندفع الـ100 جنيه، بس اي بديل فيهم الهانم فيها تكون راضية مرضية. انت ناوي تدفع كام؟ 100 جنيه، هتدفع مرة واحدة، يبقى كده الهانم خدت كام؟ 100 جنيه مرة واحدة زي ما بين في الاخر. البديل التاني هتديلها اقساط متساوية، يعني كام؟ بتقول لك عاوزين نزود مصاريف بتاع المخصصات، مصاريف البيت، هتقول لها 25 كويسين، هتقول لك لا خلاص ادفع لها 25 تانيين، بقوم كامل الدفع من دلوقتي 50، قلت لك لا مينفعوش، قمت بتنزل برضو عن كام؟ 25، يبقوا كام دلوقتي؟ 75. ما ينفعوش، زودت كام؟ 50. بقينا الوقت وصلنا لكام؟ للـ100. وهنا دفعت برضو كام؟ الـ100 يا بطل. بس يا ترى أيهما أفضل؟ الأسلوب الأول
ولا الأسلوب التاني؟ أو البديل الأول ولا البديل التاني؟ أنا وجهة نظري البديل الأنسب في الاتنين دول هو البديل رقم، حد يقول 2. ليه؟ لأن هنا بنلعب على التوقعات. لما الزوجة تحس أول ما قالت لك أنا محتاجين نزود مخصصات مصاريف البيت، لما زودها ب100 مرة واحدة فهي على الأقل متوقعة 100 إن لم يكن أكثر من 100. ففي الحالة دي الزعل هتكون إيه؟ كبيرة، طبيعي. البديل التاني انت كل مرة بتنزل برضو كام؟ 25 25 25. على فكرة انت برضو لما وصلت للمية هتطلب منك كمان كام؟ 25. هتقول لها خلاص ده الموجود عندي، ما اقدرش ادفع اكتر من كده. بس هي على فكرة هي متوقعة في الحالة التانية تاخد كام؟ كمان 25. انما في الحالة الاولى كانت متوقعة تاخد على الاقل كام؟ 100. عشان كده بقول البديل التاني افضل من البديل الاول. البديل التالت هنعمل ايه؟ الاقساط هتكون متزايدة وفي النهاية برضو هتكون الكام؟ 100. البديل رقم 3 15. بتقول لها خلاص بقيت عاوزين نزود مصاريف المخصصات مصاريف في البيت، قلت لها كام؟ 15. يبقى اتنزلت لها عن 15، ما ينفعش قمت منزل لها كام؟ 20. يبقى احنا وصلنا الوقت لكام؟ ل 35. ما ينفعش قمت متنازل كمان عن كام؟ 30. بقينا الوقت 65. ما ينفعش قمت بتنزل عن الكام؟ عن 35. وعلى فكرة في النهاية برضو دفعت الكام؟ 100. هي هي. بس يا ترى من وجهة نظرك في ضوء التحليل اللي عملناه قبل كده، أيهما أفضل؟ البديل واحد ولا البديل اتنين ولا البديل ثلاثة للحظة اللي احنا فيها؟ أو أعمل لهم ترتيب. على فكرة رقم واحد هيكون البديل 2، اللي يجي في المرتبة التانية البديل رقم 3، والأخير خالص هو البديل رقم كام؟ 100. ممكن حد اللي جاوب إجابة غير صحيحة يقول لي طيب إزاي؟ ليه؟ أقول لك في الحالة الأولى الهان متوقعة 100 أو أكثر، في الحالة الثانية متوقعة كمان كام؟ 25. اللي أنت بنيت في ذهنها إن كل مرة بتقول لأ بتدي لها كام؟ 25. البديل الثالث لأ مش حلو برضه، لأن أنت كل ما تقول لك لأ بتزود المبلغ 15 20 30 35، فحقيقة متوقعة المرة الجاية تدي لها كام؟ 40. في فرق بين حد متوقع 25 وحد متوقع كام؟ 40. يبقى نمرة واحد في اللحظة اللي أنا فيها بديل 2، يليه بديل 3، وفي النهاية بديل إيه؟ 1. طب نشوف بديل رقم 4. بالتالي كلكم متوقعين هو هيكون ايه البديل رقم 4؟ هيبقى تنازليا. يعني ايه؟ هعكس البديل رقم 3، يعني هبدأ بال 35. بتقول لك عاوزين نزود مصاريف البيت او مخصصات مصاريف البيت 35، ما ينفعوش. طب خلاص خدي كمان 30،
بين 65، ما ينفعوش. طب خدي كمان 20، ما ينفعوش. بين الوقت الكام؟ 85، ما ينفعوش. قمت منزل 15، وصلنا للكام دلوقتي؟ 100. بتلاقي أي واحد فيكم المفروض حاليا يكون عارف أيهما البديل الأفضل. بالتأكيد كلكم هتقولوا في صوت واحد البديل رقم 4. ليه؟ 35 30 20 15، يبقى الهانة متوقعة كام؟ حد ممكن يقول أقل من 15، لأن أنا بنيت في ذهنها إن كل مرة بتقول لأ المبلغ بيجرى له إيه؟ بيقل 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 بيقل. يبقى عشان كده لو جيت أرتبهم بقى من حيث الأفضلية، البديل رقم 4، البديل رقم 2، البديل رقم 3، والأسوأ هو البديل رقم 1. هنا نفس الموضوع بالنسبة هطبقها بقى في المجال العملي. افترض ان البائع ناوي يبيع البضاعة بتاعته ب100 ألف، بس احنا خدنا قبل كده حاجة بقول لك ستارت هاي بات بي رياليستيك، ابدأ بشروط مرتفعة ولكنك ايه يجب أن تكون واقعيا. فالراجل البائع قال 105 ألف، وناوي في النهاية يبيع بكام؟ ب100. البديل الأولاني اتنازل عن 5 آلاف مرة واحدة، نفس الكلام اللي أنا قلته هناك. في البديل التاني هياخدهم ايه؟ الافات اهو، 1000. احنا هنا عندنا كام؟ 1005، 105 ألف، واحنا ناويين نتنازل عن كام؟ عن 5000. فالراجل قال له او المشتري قال له ما ينفعش، خلوهم كام؟ تنازل ب1000، يعني ال1005 بقت كام؟ 104. 105 بقت 104. المشتري قال لك ما ينفعش، خليت نزلت كمان 1000 بقت 100 1103. ما ينفعش، هتتنزل تنزل تنزل لما وصلت للكام؟ اخر 1000 عندنا، والمبلغ اللي انت تنزلت بيه هنضيفه على المبلغ اللي انت بدأت بيه. ما انت هنا في كل مرة بتنزل بتنزل بتنزل، نزلت 5000، يبقى سعر البيع للمشتري يكون كام؟ 100 ألف. يبقى هنا تنزلت عن 5000، والسعر اللي انت بعت بيه كام؟ 100 ألف. نفس السؤال هسألكم، أيهما أفضل، تتنازل عن المبلغ كله مرة واحدة ولا على أقساط متساوية؟ يبقى أنا بلعب بالتوقعات. في الحالة الأولى أنا اتنزلت عن 5000 كلهم مرة واحدة، فالراجل متوقع على الأقل 5000، إنما في حالة تانية متوقع كمان كام؟ 1000. نفس الكلام اللي قلته في المثال المبسط. البديل التالت كل مرة يقول لا بنزود احنا المبلغ. يبقى البديل التلاتة أنا بدأت برضو قلت له بكام يا عم الباشا؟ ب105 ألف. قال لك ما ينفعش، اتنزلت عن كام؟ 300. يبقى 104 ألف و700. ما ينفعش، في المبلغ بيزيد ازاي؟ 500. يبقى بقت كام؟ 104 ألف و200. ما ينفعش، زودتهم بوم كام؟ يعني التنازل بتاعك بيزيد 800، يبقى 103 ألف
و400 بنخصمها من الكام؟ من ال105,000. ما ينفعش قمت منقص من ال105,000 كام؟ 1000، يبقى 102,400. قال لك ما ينفعش، خد بالك انت بتزود، قمت منزل من المبلغ اللي هو ال105,000 كام؟ 1100. وصل المبلغ ده اهوت، قال لك ما ينفعش، قمت مزود كام؟ اسف، منقص من ال105,000 كام؟ 1300. وصلنا للكام؟ نزلنا عن 5000، والمبلغ اللي احنا ناويين نبيع به هو كام؟ ال100,000. لو سألتني أيهما أفضل؟ هقول لك نفس زي المثال اللي فات بالظبط، هقول لك نمر كام؟ حد فاكر؟ نمرة 2. ليه؟ نفس الكلام، لما البديل الاولاني لما زلت عن ال5000 كلهم مره واحده، الراجل شهيته اتفتحت وعاوز على الاقل كمان 5000 او اكثر. البديل التاني انا رسمته في ذهنه كل مره يقول لا، بنقص كام؟ 1000 1000 1000 1000، برضه تنزلنا عن 5000. فده افضل، هو الراجل متوقع كمان كام؟ 1000. البديل الثالث ال5000 وانا بتنزل عنهم له، التنازل بتاعي بيكون تصاعدي، يعني كل ما يقول لا المبلغ بيزيد بيزيد بيزيد. وبعدين وصلت ال1300 اخر تنازل، قال لك ايه؟ ما ينفعش. قلت له والله ده ما اقدرش انزل اكتر من كده. طب الراجل ده اللي هو المشتري متوقع ياخد 1300 ولا اكتر ولا اقل؟ حد يقدر يقول؟ بالتاكيد اكتر، لان انا اللي رسمت في ذهنه انه كل ما يقول لا المبلغ بيزيد. نشوف البديل رقم 4، حد يقول لي هنعمل ايه؟ هنعكس البديل رقم 3 اهوت. شوف اخر رقم هنا 1300، انا تروح من 105,000 يطلع كذا. ما ينفعش 1100، شوف انا طالع بديل 3 رايح تصاعدي كده وانا طالع لفوق، وهكذا. ما ينفعش 1000 بقت كذا، ما ينفعش 800 بقى عندنا 100,800، ما ينفعش قلت كام 500، بقينا 100,300، في الاخر نزلت عن الكام؟ يبقى هنا ال5000 خلص وهنا خلص. بالتاكيد كلنا هنقول افضل بديل هو البديل رقم كام؟ 4، لان الراجل متوقع ياخد 300. يليه البديل رقم كام؟ 2، الراجل متوقع ياخد 1000 كمان. يليه البديل رقم 3، الراجل متوقع ياخد اكتر من الكام؟ ال1300. إنما الأسوأ هو البديل رقم 1، لأن الراجل متوقع ياخد أكتر من الكام؟ من ال5000 أو على الأقل زيه. ده بالنسبة للبائع. على فكرة المشتري هيبدأ عكسي، يعني لو هو عاوز يشتري ب100 هيبدأ ب95، ده المشتري اللي هو الكرة الواطية اللي اتكلمنا عليه. طب افترض ان المشتري هو اللي بيقدم تنازلات، هنا المشتري يهمه السعر يبقى قليل اللي هي الكرة المنخفضة يعني، فلو هو عاوز يشتري ب100 او ب100,000 هيقول كام؟ 95، ويبدأ يزود يزود، المهم في النهاية برضه هيتنازل عن كام؟ عن 5000 عشان يوصل ل100,000. فين البديل رقم 1؟ الراجل بدأ ب95,000، فالباقي قال له والله ما ينفع الكلام ده، قام يزود له ال5000 كلهم مرة واحدة.
معنى الكلام ده ان هو وصل ل100,000 من اول تنازل، وهنا برضو تنازل عن ال5,000، وتنازل كمان عن الكام، عن ال100,000. طيب البديل رقم 2 بالتالي ممكن نخمن هتكون ايه، بالتأكيد هتكون تنازلات متساوية، وتنازل عن 5,000 عشان السعر يوصل لكام، ل100,000. كل مرة 1,000 بادئين ب95,000 عاوزين نوصلهم للمية، 1,000 يبقى 65، 66، 67، 68، آسف يعني المهم هي 95، 96، 97، 98، 99، وآخر 1,000 عندنا هتبقى كام؟ 100. برضو تنزل على 5,000 وهنا كام؟ 100,000. البديل التالت ممكن أي واحد يخمن برضو، بالتأكيد هيكون التنازلات تصاعدية، يعني هبدأ بأقل رقم وهنتهي بأكبر رقم موجود عندي. فهنا برضو الراجل بدأ بكام؟ احنا قلنا بدأ ب95,000، هيزود 300 بقت 35,300، هيزود كمان 500 بقت 95,000 وكام و800، هيزود كمان 800 بقت 96,600، هيزود 1,000 بقت كام، 97,600، 1,100 بقت كام، 98,700، وعندنا كمان آخر حاجة عندنا 1,300. وصلنا ل100,000 وتنازل عن الكام، عن 5,000، ووصلنا للسعر اللي هو عاوزه يبقى كام، 100,000. طيب أيهما أفضل؟ بتلاقي أي واحد ممكن يخمن، يعني الأفضل هو البديل رقم 2، والأفضل في الـ3. ليه؟ لأنه رسم في ذهن البائع إن كل مرة يقول له لأ بياخد كام؟ 1,000، فالبائع هنا متوقع كمان كام؟ 1,000. البديل التالت يليه البديل التالت، هو بيزود، أيوه 300، 500، معرفش كذا، لما وصلنا ل1,300. هل هو البائع متوقع ياخد 1,300 ولا أكتر؟ لو جيت تشوف تسلسل الأرقام هو بالتأكيد متوقع ياخد أكتر، يعني نقول مثلا 1,400، 1,400 أكبر من 1,000 في البديل التاني. إنما أسوأ الأسوأ هم كام؟ البديل رقم 1 لما تنزل ل5,000 مرة واحدة، فالراجل بقى هيتوقع مش 5,000 بس، ممكن يكون أكتر من 5,000. كلنا بسيطة، أو إن إحنا ممكن نخمن البديل رقم 4 هيكون شكله إيه؟ هيكون عكس البديل رقم 3 أهو. أول تنازل هو الراجل بدأ بكام؟ ب95,000. أول تنازل عندي كان كام؟ 1,400. يبقى ال95 بقت كام دلوقتي؟ 96,300. الراجل قال له ما ينفعوش قليلين قوي، زود له كام؟ 1,100، بقت 97,400، وهكذا. بعد كده 800 هيضيفهم على المبلغ اللي فيهم هيطلعوا كام؟ 99,200. بعد كده في عندنا 500 وصلوا كام؟ 99,700. وبعدين آخر تنازل عندنا هو 300، وصلنا لكام؟ ل100,000. يعني معناه إنه بدأ ب95 وانتهى بكام؟ ب100,000. يعني معناه إنه تنازل ل5,000 وهنا السعر بقى كام؟ 100. واضح في كل الأحوال إنه في ال4 حالات التنازل كان 5,000، إنما بالتأكيد لو بدأت من الأفضل هيكون البديل رقم 4.
يليه البديل رقم 2، يليه البديل رقم 3، والأسوأ هو البديل رقم 1. طب هنا الجماعة بتوع التفاوض لو جالهم سؤال في الموقف ده نقول إيه؟ بفرض أنك تتفاوض مع أحد المختطفين عبر الهاتف، وأنت تنوي الدفع مبلغ من المال لا يتجاوز 5000 للإفراج عن أحد الرهائن، ما هو أفضل بديل لتجزئة التنازلات؟ يبقى أنت ناوي في النهاية تدفع له بكام؟ 5000. أنت عارفين المثال ده زي إيه؟ زي الزوج اللي عاوز يزود الزوجة 100 جنيه في الحالة الأولى خالص، فهنا هو ناوي يدفع كام؟ 5000. البديل الأول هيدفع له 5000 مرة واحدة، يبقى الوقت قال له إيه؟ عاوز إنك تفرج عن الرهينة الفلانية لظروف معينة. فالراجل بيقول له، يعني الراجل المخطط بيقول له تدفع كام؟ قال له 5000، واداله 5000، يبقى اتنزل المبلغ كله مرة واحدة. طب نشوف البديل التاني، 5000 دول هينزلهم ايه؟ 1000، 2000، 3000، 4000، وفي النهاية كام؟ 5000. يبقى هنا تنزل له، يعني طلع المبلغ 5000، وهنا كام؟ 5000. او طبعا بالتأكيد البديل التاني لنفس الأسباب أفضل من البديل الأول، لأن التاني متوقع كام؟ 5000، إنما في الحالة التانية متوقع كام؟ 1000. البديل التالت خلاص احنا حفظناها، المبلغ بيزيد 300، 500، 800، 1000، 1100، 1300، 5000. بالتالي لو جينا نرتبه من نفس الأسباب اللي اتكلمنا فيها قبل كده، البديل 2 هو الأفضل، يليه 3، يليه كام؟ 1. طب البديل الأخير، الراجل هيبدأ بكام؟ ب1300. ما الراجل المختطف ما وافقش، أما زوده كمان كام؟ 1100، بعد كده زوده كام؟ 1000، بعد كده 800، بعد كده 500، يبقى وصلنا للكام؟ 5000. هو في كل الأحوال الراجل المفاوض هيدفع كام؟ 5000 للمختطف. بس تفرق طريقة الدفع. لو جينا نشوفها، بتهيألي كلكم ممكن يعني حاليا خلاص بقيتوا خبراء في الموضوع ده، وده من الموضوعات المهمة أوي في عملية التفاوض. بتهيألي البديل رقم 4 هو الأفضل، يليه البديل رقم 2، يليه البديل رقم 3، وفي الآخر البديل رقم 1. برضه في أساليب تفاوضية متعلقة بختام عملية التفاوض. الموضوع بدأ بحزن عوض، يبدو مرحوم كان غالي أوي. فهنا البديل اللي عندنا بنسميه تناقص قيمة الخدمات المقدمة في أذهان الغير بمرور الوقت. مكتوبة ايه؟ البكاء على رأس المرحوم. ايه هي الحكاية؟ الست اللي في الاول دي ندابة، عارفين ان كان في حاجة زمان بيسموها الندابة، يعني لما حد بيموت عشان الجنازة تبقى حرة يأجروا واحدة خبيرة في الموضوع ده، يقول يا بعلي يا معرفش ايه، يا مهنني يا مسددني،
كلام كتير، والناس النسوان التانية اللي وراها كلهم عمالين ايه شغالين كويس، كلام زي الفل. طيب، طب ايه موضوع البكاء على راس الميت بتناقص قيمة الخدمات المقدمة للغير بمرور الزمن؟ الست دي قالوا لها تعالي يا ست عندنا جنازة، فعاوزينك تشغلي السيدات دول تشغيلة كويسة يعني كورس، يعني هي المايسترو بتاعهم. جت وقامت قاعدة، فقالوا لها يا ست انت قاعدة ليه؟ ما يلا اشتغلي. قلت لهم لا يا حبيبي، البكا على راس الميت يعني ايه بقى؟ نتفق الاول واخد فلوسي وبعد كده ابدا اشتغل. طب ليه يا ست ما تبداي الوقت؟ قالت لهم لا، انا الوقت ضمن حقي كويس، انما لو انا استنيت على ما انتوا تدفنوهم وبعدين تيجوا لو انا الوقت اخد منكم 100 جنيه وده حق الطبيعي اللي مش هتنازل عنه، بعد ما تدفن الراجل والنار تبرد لو طلبتكم حتى ب50 جنيه مش هتدوني حاجة. هتقولي ده انت حتى ما نزلتش ايه دمعة. يبقى هنا طب ايه حكاية ضريبة الودع؟ برضو نفس الكلام، الست اللي هي ضريبة الودع برضه بتلعب بالحاجات بتاعتها، ما فنجان قهوة أو القوقعات اللي موجودة قدامنا ديت أي حاجة، والشاي يكشر كده ويعني تعمل إيه مستعجبة خالص. فالراجل اللي هي بتعمل له أو الست اللي بتعمل له الودع يقول لها خير في حاجة؟ قالت له ارمي إيه بياضك. يعني معناها إيه؟ ادفع المعلوم عشان اقول لك على المستور، لو طلبت منه اي مبلغ هتاخده. انما تخيل هي طلعت ست بنت حلال ملهاش في التفاوض حاجه، وقعدت تقول له كذا وهيقابلك كذا ويعملك كذا والكلام ده كله، يا حبذا لو كان الاخبار سيئه تيجي تقول له عاوز المبلغ اللي هي حاطاه في دماغتها وده المعتاد، ولا هتاخد ربع المبلغ. إنما ده اللي إحنا بنسميه ضاربة الودع. خلاصة الكلام إيه؟ لو أنت مقدم خدمة للغير لوجه الله فهي لوجه الله، خلاص تعملها لله. إنما لو أنت عاوزها بمقابل يبقى البكا على إيه؟ على رأس الميت. اتفق قبل افضل او اثناء تاني الافضل او بعد انتهاء العملية مباشرة، لانك لو اتأخرت في المطالبة بحقك في كل مرة بتتأخر فيها معناها الفلوس اللي انت كان ممكن تاخدها بتتناقص في الغير. هنا لو توافق مباشرة العرض الأول مهما كان مغريا ومجديا وحتى علامة خطر الموت موجودة دهيت، هتقول لي وليه؟ طب العرض الأول مغري وحاجة جميلة قوي ما احلمش بيها، طب ليه موافقش؟ لو انت وافقت مباشرة الفار هيلعب في عيب مين؟ الطرف التاني، يقول لك لا ده الموضوع فيه ايه الا. انما المفروض تتمنع قبل ما تقبل، تقول له يا راجل وده كلام، ما تقدم لنا عرض افضل من كده، ولا تقعد تفاصل معاه في السعر شوية، اي حاجة كده انت ممكن تاخد بالسعر ده وانت مطمن. انما لو انت وافقت عليه مرة واحدة بالتالي لا تلومن إلا أنفسكم. في مثال دارج قوي عندنا، يقول لك لما جم يخطبوها اتعززت. هو نفس الكلام اللي موجود قدامنا ده.
واحدة ولا واحد؟ مش هتفرق المثل واحد يعني. راح يتقدم او واحدة دخلها لما جم يخطبوها. طب خلاص يبقى بنية من البنيات يعني، العمر تجاوز حد معين وللأسف ما فيش حد ابن حلال ايه تقرب إليها أو حاول يخطبها أو حاجة. فجالها واحد لو بتحلم بالدنيا واللي فيها مش هتلاقي واحد زيه. طب ايه المشكلة؟ ما توافق مباشرة. راح يقول لها أصلنا وأصلنا وأصلنا. قالت له يا نهار أبيض، ده أنت فين؟ ده أنا بحلم بحاجة زي كده ولو كنت أتمنى نصك ولا ربعك. تعالى تعالى معايا دلوقتي. ولا يا بنت اجي لكم بكره. ولا لا دلوقتي. على فكره هي بقى هي اللي قضت على مين؟ على هذا الشخص. ويعني مش هقول ان هو هيفك، لا ده هيهرب كمان. انما البنت الناس هتعمل ايه؟ لا والله انت فاجئتني. طب والله لابد اخد راي بابا وماما، انا معرفش الدنيا تمشي ازاي. والكلام اللي هو ايه التقل الشديد قوي ده. هنا على فكرة احتمال كبير أوي 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 العملية تمشي في مجراها الطبيعي، لأن هي ما اتاخدتش سهلة. عندنا أساليب تفاوضية برضو متعلقة بختام عملية التفاوض. يقول لك take it or leave it، خدها أو سيبها. بنستخدمها امتى؟ والله لو انت محتكر السوق مفيش غيرك، هتقول له يا تاخدها تسيبها، انت حر، ده اخر سعر عندي. تفترض مثلا انت وصلت في منافسه موجوده في السوق وكل حاجه، بس انت اللي وصلت لاقصى ادنى حاجه ممكن توصل لها، يعني ما تقدرش تبيع اقل من السعر ده، والراجل برضه ملح ياخد تنازلات اخرى. فانت ما فيش قدامك كده تقول ايه take it or leave it. بس مش هقولها له كده بالشكل ده، هقول له والله ده اخر عرض عندي، ما اقدرش اقدم اكتر من كده. يعني معنى الكلام ده ايه؟ الكورة بقت في ملعب المشتري. بيع لي بسعر منخفض فإن المستقبل يبدو مشرقا. برايت فيوتشر او ذا فيوتشر لوكس برايت. يعني بتحصل زي ما اقول لك، قدم السبت تلاقي الحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس قدامك. يعني ممكن واحد لسه بادئ جديد بس راجل كويس وشاطر وكل حاجة، واحتمال في المستقبل حجم أعماله يزيد بطريقة خرافية. فالراجل انت عاوز تبيع له زي السوق، بس الراجل بيقول لك ايه يا عم، انا لسه في البداية، اديني سعر منخفض ان شاء الله المستقبل بيننا وبين بعض هيكون كبير وعمري ما هنسى هذا الجميل. برضو ينطبق على الخدمات. يا عم بس اعمل لي الخدمة دي وانا ما اعرفش اعمل لك واحد اتنين تلاتة. بس زي ما قلنا، لو انت الخدمة لله فهي لله، لو انت عاوز المقابل يبقى في التو واللحظة. اخر اسلوب موجود عندنا يعني نعزمكم على اخر اسلوب كده على شوية بنانة حلوين، يقوي جهاز المناعة كده ويخليكم تمام التمام قدام كركر باشا. فبالتالي ممكن تخمنهم. ده والله ده موز جميل حقيقي ما شاء الله. يا سلام. وعلى فكرة ده الإيميل بتاعي، لو حد عنده استفسار ولا أي حاجة
يعني ما عنديش مشكلة، بس بشرط أساسي تكتب قدامها مهارات التفاوض عشان أعرف ده جاي منين ولا رايح فين والكلام ده كله. يبقى الأسلوب بتاعنا اسمه إيه؟ يا سلام، بنانا نو تكاكي يوري، بنسميه أسلوب تاجر الموز. طب نشوف الحكاية كده مع بعض وتطبيقاتها في مجال التفاوض ايه. والموز أخضر كده، الراجل قاعد على الكرسي متحركش من مكانه، يجي واحد يقول له بتبيع الموز بكام؟ يقول له ب20 جنيه. يا عم خلوهم 15، طب خلوهم 18، خلوهم أي حاجة، المهم في النهاية الراجل قاعد ومبيقدرش يتنازل خالص، خلاص لسه الموز أخضر. طيب تحس كل ما المدة بتفوت والموز شكله كده بيتغير، لما وصل للشكل الموجود للصورة اللي على الشمال ديت، الراجل بدأ يتنطط من على إيه؟ من على الكرسي، وينادي هو على الزباين عشان يشتروا من عنده. ده مضمون أسلوب تاجر الموز، واحد عامل فيها يعني حاجة كده، حاجة حلوة قوي، وكل ما أهله يجيبوا له حد يخطبه ولا يتجوزه يقول له والله أنا عاوز مواصفات، شروطه بتكون زيادة شوية، أو حتى نفس البنت شروطها بتكون زيادة شويتين. طيب يحط برضه، هتلاقي أهلها ولا هي لما حد يجي يتقدم لها أو له، حط رجل على رجل كده ويفرض شروطه اللي هي عاوزها، فالراجل بيخلع. إنما كل ما الزمن يتقدم بالشخص، كل ما التنازلات بيجرى لها إيه؟ بتتنازل بالظبط بالظبط زي تاجر الموز. ده التطبيق المصري لأسلوب تاجر الموز. إنما واضح من الكلام اللي قدامي بنانا نوتة كاكي يوري إن ده هوت أسلوب تفاوضي ياباني. هي ممكن اكون رحت ماليزيا، رحت تايلاند، رحت حاجات زي كده. هم على فكرة برضو دول شرق اسيا تقريبا بيطبقوا نفس الاسلوب ده. الناس ديت بتؤمن بالعلاقات طويلة الاجل، يعني مش هيت اند ران، اضرب واجري والكلام ده، لا ده عاوزين العلاقات تبقى طويلة الاجل. بس التطبيق عندهم مختلف عن الكلام اللي انا قلته في الاول. بمعنى ايه؟ الجماعة اليابانيين لما بيروح لهم واحد لسه ما يعرفوهوش وما عندهمش فكرة عن اسلوب التفاوضي، فتلاقي دايما الطلبات بتاعتهم بتكون مغالاة فيها، الطلبات بتكون مغالاة فيها. فهو مثلا لو عاوز يبيع ب100 مش هيقول 105، ممكن يقول 130، على أساس الطرف التاني ممكن يقول كام؟ ممكن يقول 70. فهو الراجل أمن نفسه، الراجل الياباني أمن نفسه. طلب يعني إيه؟ الطلب بتاعه كان شوية مغالى فيه، لأنه ما يعرفش الراجل اللي جاي يتفاوض ده من نمطه إيه؟ فبيفترض الأسوأ على إن الراجل التاني اللي هو المشتري هيقول عليا بكام؟ ب70. بعد نزل شوية ده يطلع شوية والكلام ده يوصلهم للمية. طيب افترض الراجل الياباني قال 130 والمشتري قال لا انا مش هدفع فيها اكتر من الكام، من 90،
والراجل الياباني حقيقي هو ناوي يبيع بالمية بس بيأمن نفسه. هنا بقى تبقى مشكلة كبيرة بالنسبة للراجل الياباني. تقول لي ليه؟ ده ما في صالحه اهوت. اقول لك يا راجل، انا قلت لك بيؤمن بالعلاقات طويلة الاجل، فبالتالي هتبقى صعبة قوي ان واحد ينزل 100، ينزل 30 اللي هو راجل ياباني، والتاني يطلع 10، صعب قوي يعني، معناه انه حرام ونصاب. افترض هما اتفقوا عند كام؟ 110، يعني الياباني نازل 20، والراجل اللي هو التاني المشتري طلع بكام؟ ب 20، فنزلوا اتفقوا على كام؟ 110. الله، ما الياباني كده كسبان 10%. لا، هو مش عاوز كده، لأن الراجل ده ممكن بعد كده يسأل ناس آخرين ويعرف إن هو اتضحك عليه في العملية دهيت، فعمره ما هيجي تاني يتعامل مع هذه الشركة. طب الراجل يطلع من الموقف ده إزاي؟ هو على فكرة في النهاية الياباني عاوز يبيع بالمية عشان يكسب زبون، وما يقدرش زي ما قلت لكم الراجل المشتري يطلع 10 وهو ينزل 30. فهو يعمل ايه؟ يقول له مثلا الشحن على حسابنا، او يقول له ايه كمان عشان اول تعامل بيننا وبين بعض، يديله حاجات مجانية بما يوازي كام؟ 10,000 او 10 زيادة معايا، او يقول له احنا لا راكبها لك على حسابنا، او عرفت الغرض هو ايه؟ يعني معناها الراجل الياباني مش عارف الشخص اللي جاي له، فبيتعامل زي تاجر الموز اللي الموز بتاعه لسه اخضر بالشكل ده. اول ما السعر يتفق على سعر اعلى من اللي هو موجود معاه واللي ممكن يخليه يكون علاقة طيبة، فبتهيألي هتبقى تنازلاته شديدة أوي زي تاجر الموز اللي موجود على الشمال. حيب كده كان في المفروض حاجات تانية، أنا اختصرت الموضوع للظروف الأحوال اللي احنا عايشين فيها. ربنا يا رب يفوتها بالسلامة ومتحصلش فيه أي مناكشات ولا أمراض، نطلع من هذا الموقف كلنا سالمين غانمين. انا اعتقد بالحاجات اللي انا قلتها ديت والانيميشن والسلايدز الجميلة ديت، بالتالي انت بتقولوا انتوا كسبانين دلوقتي، انما انا برضو كسبان رضاكم. ففي النهاية it is a win win، مش حتى الصغيرة، ده win win الكبيرة. اسئلة ممكن تقول بخاطركم، ايه المقرر وايه المشطوب؟ والله المقرر هو اللي موجود قدامك ده، وهو في الكتاب، هتقرأ العنوان وتشوفه في الكتاب وتقرأ خلاص. يبقى ده سؤال يعني هتسألني تقول لي ايه؟ ما هو هقول لك يا سعادة الباشا، انت العناوين دي موجودة وماشية بالترتيب في الكتاب، صح انا سبت اجزاء معينة انما هما ماشيين مع بعض. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، شكل الامتحان ايه؟ والله فكرة. انت عارف الجزء بتاعي عليه 10، فتجد في اجزاء عملي يعني فيها ارقام وممكن تدريب معين وكده، والحد سؤال تاني بيكون شورت السيز، يعني ايه؟ اسئلة مقالية قصيرة. يبقى يجينا حالة او تدريب، والحاجة اللي بعد كده هوت هتكون عبارة عن ايه؟ أسئلة مقالية قصيرة. في النهاية وفي البداية وفي الوسط وفي كل الأطراف، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح بإذن الله. خالص تمنياتي بالتوفيق للمشاركة.